على مرمى هدنة مثخنة بالخروقات تعود العمليات العسكرية في محيط مدينة تعز أكثر ضراوة، حيث أعلن قائد محور تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي شمال غرب المدينة، بالإضافة إلى السيطرة على حي بازرعة وأسوار معسكر التشريفات شرقي المدينة. وكانت تعز قد شهدت في الأيام التي سبقت ساعات الهدنة مواجهات عنيفة أسفرت عن تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة، خصوصا الجحملية ومحيط القصر الجمهوري. تساؤلات كثيرة حول ما بعد التحرير ومدى اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بتعز بل والتحالف ومقدار التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والمقاومة الشعبية. يرى مراقبون أن على السلطة المحلية تفعيل دورها ووجودها عبر توفير خدماتها الإغاثية وتقييم الآثار وتنفيذ آلية ما بعد الحرب في المناطق المحررة. تزداد الضغوط بعد تحرير المناطق من قبضة الميليشيا، وتزداد أهمية وجود السلطة السياسية إلى جوار السلطة العسكرية، خصوصا عقب انضواء كتائب وفصائل المقاومة تحت قيادة عسكرية واحدة. تبدو سماء تعز ملبدة بغبار الحرب وأثار الدمار الذي تتسبب به قذائف الميليشيا، خصوصا في المناطق المحررة التي أصبحت هدفا لأسلحتها الثقيلة. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قالت أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسببت في إحداث دمار كبير في المنازل والمنشآت العامة والخاصة في حي الجحملية الواقع إلى الشرق من المدينة، نتيجة زرعها الألغام وقصفها الأحياء بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وبحسب فريق اللجنة فإن 195 منزلا ومنشأة خاصة وعامة تعرضت للدمار، وهي مساحة تتوزع على 70% من إجمالي مساحة الحي، فيما لا تزال المساحات الباقية مزروعة بالألغام ويتعذر دخول الفريق إليها. أعضاء فريق اللجنة الوطنية وأثناء توثيقهم لانتهاكات وجرائم الميليشيا تعرضوا لقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي أثناء عملهم، ليظل ذلك هو الحدث الأكثر رسوخا في أذهان اللجنة وذاكرتهم.